صفر. قام الهلال الأحمر الزنتان بانتشال 4 جثث ترجع إلى عائلة فقد الاتصال بها شهر نوفمبر من العام 2019. الجثث تم تسليمها للطب الشرعي في طرابلس. المسؤولون المشرفون على عملية الانتشال يقولون إنه بالعودة إلى وقت اختفائهم في نوفمبر 2019 فإنهم كانوا قد غادروا سيارتهم وتركوها على الطريق العام بسبب وجود اشتباك في ذلك الحين، ولم توجد أثار رصاص في السيارة، مما يرجح بحسب المسؤولين أنهم قتلوا بعيدا عنها. الجثث اليوم هي عند الطب الشرعي الذي طلب أياما لعمل تصوير إشعاعي وبعض الإجراءات الأخرى لتحديد هويتها.